مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الواحات. خبر معانا بيقول يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الواحات والاستماع لأقوال المصاب. وتبين الحادث وقع بين سيارتين نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين. أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى. وهو الحادث كان 3 أشخاص زي ما قلت لقوا مصرعهم وأصيب رابع في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات. وطبعا انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث. وتبين طبعا وفاة شين فيه عين 30 سنة وميم حه ميم 28 سنة وميم عين عين 40 سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية. وأصيب محامي يدعى عين ميم عين 22 سنة وتم نقله لمستشفى الواحات وإيداع الجثث لتلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والآلات صرحت بالدفن. الله يرحم المتوفين يا رب ويشفي المصاب بإذن الله تعالى.